من داخل مزرعة الأستاذ أحمد. طبعا حضراتكم شفتوا الحمام اللحم الفرنسي اللي هو بختم الشركة الفرنسية. كل سنة وحضرتك طيب يا أستاذ أحمد، وحضرات المشاهدين كل سنة وحضراتكم طيبين ورمضان كريم وربنا يعود علينا الأيام بخير إن شاء الله. طيب قول لهم يعملوا لايك قبل ما نبدأ الفيديو يا جماعة، لايك للفيديو ومشاركة إن شاء الله عشان الفيديو يوصل لأكثر عدد وأكثر ناس تستفاد. والحمد لله الحمام اتباع أستاذ أحمد. الحمد لله تم البيع. الحمد لله. موضوع الأدوية. الأفضل إن أنت الحمام يشرب مية بيضة. تمام. هتحط عليها حاجة بقى، ممكن تحط عليها شوية خل التفاح. تمام. على المية. أي حاجة تانية بقى استعملها، اعملها له في الكلفة. تحط الدواء على الكلفة. جوع الحمام. أنت بتأكل الحمام مثلا هنقول 5 كيلو. حط للحمام 3 كيلو بس، هات 3 كيلو وحط عليهم كمية الدواء اللي أنت هتحطها. وشها عليهم. تمام. وقلب كويس. تمام. لغايه لما الكلفه تشرب الدواء اللي انت هتعمله. يعني هو هيلزق كده. هات شويه املاح معدنيه. أيوة. شويه توم باودر. أيوة. شويه فيتامينات، شويه خميره. شويه رده، شويه دقيق، ورشهم عليه بعد ما ايه ما ترش الدواء. يعني انت مثلا جبت مثلا ولنفرض ميولاند. انا ممكن اكون غلط يا جماعه وممكن اكون احنا بطريقه الاستاذ احمد، هو كل واحد له طريقه. نظري واللي انا شفته من مربيين اجانب كبار في الزاجل، في تربيه الزاجل، الزاجل اللي بفلوس. تمام طبعا. اللي بفلوس، اللي بيدخل سباقات برشلونه وجنوب افريقيا والكلام ده، الحاجه اللي بملايين. يعني احنا مش بنتكلم ايه، بيجيب الكلفه مثلا بياكل 5 كيلو، قوم جايب منهم مثلا يجوع الحمام الاول، قوم جايب 3 كيلو مثلا منهم، قوم حاطط عليه كميه الدواء مثلا، يحط 3 سم او يحط 5 سم، ممكن يزود 3 سم هيبقوا حاجه بسيطه، ممكن يزود عليهم شويه ميه ويقلبهم عشان يبقوا كتار شويه، ويمسك انا بعمل كده بقى، هما بيحطوهم كده. انا بعمل ايه؟ بقوم جايب بخاخه بتاعت برفان فاضيه، بغسلها كويس وبحط فيها كميه الدواء اللي انا عايزها دي، وامسك الكلفه وارش كانك بتعطر نفسك كده، فبيطلع رذاذ ناعم. تمام. ترش على الكلفه وتقلب، ترش على الكلفه وتقلب لغايه لما ايه تخلص شويه المقدار اللي انت هتحطه كدواء. وبعد ما تخلص بقوم جايب شويه املاح معدنيه ورششهم على الكلفه ومقلبهم عشان ايه الماده اللي اتحطت دي، البودره اللي انا حطيتها دي توم باودر او قرفه او جنزبيل او ايا إن كان انت هتحطه، بودره التعفير اللي بيقولوا عليها، او اي حاجه. بحط ساعات املاح معدنيه. تمام. بحط ساعات شويه خميره وبقلبهم واسيب الكلفه ايه تلت ساعه نص ساعه لغايه لما ايه تنشف. تمام. هتشرب الماده. انت رطبتها بالميه البودره اللي انا حطيتها هتلزق عليها، واقوم حاططها للحمام. في الوقت ده والحمام جعان انت هتحط له تراب، لا مؤاخذه هياكل، هتحط له اي حاجه هياكل. دي افضل حاجه. ليه؟ لان الحمام ما عندوش حاسه تذوق. الحمام ما عندوش حاسه تذوق، بس هو شايف حبايه الفول او حبايه الذره او حبايه الغله هياكلها، ملوش دعوه هي عليها ايه ومرشوشه ايه. وكمان ده بيدل لك كمان ان لو الغله او الاكل اللي انت جايبه مرشوش مبيدات، الحمام هياكله وما يعرفش. لكن الميه انت لو حطيت في الميه شويه توم، الحمام هتلاقيه يشرب ويرجع لورا، يشرب ويرجع لورا، قرفان منه. فعلا بيسيب الميه. اقول لك كمان اللي فيها الفلاجيل، الفلاجيل بالاخص ما بيشربوش. الفلاجيل انا بجيبه وبحطه على الكلفه، ما بحطش الفلاجيل في الميه. ليه؟ الفلاجيل عباره عن سائل معلق، تحطه في الميه بيدوب وبعد دقيقه بيرسل وبيركز. فعلا احنا بنعطش عشان يعمل يشرب. وده كمان ريحته وطعمه منفر جدا للحمام، ما بيحبوش فعلا. يبقى انت كده بتحط حاجه في الفاضي، تحط دواء في الفاضي، او يحط في الفم مباشره، يا كده يا كده. لو عنده محبس هيحط في الفم مباشره. طيب. لو عامل في ثلاجات هيحط في الفم مباشره. طبعا بنستفاد من الاستاذ احمد كل يوم معلومه جديده. والله الاستاذ احمد بيقول لنا على معلومات احنا يعني يمكن كتير مننا غايبه عنه. دي حاجه انا شغال بيها والحمد لله ماشيه معايا تمام التمام، وعشان كده انا بنقلها للناس، لان انا من الناس اللي بتابع فيديوهات اجنبيه كتير جدا. تمام. انا حتى الفيديو اللي هم الناس اللي في تايلاند انا متابع بس بيبقوا حاطين ترجمه بالعربي بقى. لا مش ترجمه ده كده، الناس هتسيبنا يا استاذ احمد ويروحوا يتفرجوا على تايلاند. بقول لك لغه الكوره مفهومه، لغه الكوره مظبوط، برضه لغه الحمام مفهومه. يعني قاعد بتفرج على الفيديو انا فاهم هو بيعمل ايه. ما هو انت بتشوف بس. أيوة. شوف وتعرف، فاهم هو بيعمل ايه كويس. ما هي فعلا الفيديوهات انا جبت والله واحد معانا في الشركه فلبيني، مهندس كمبيوتر. وجبته واديته الفيديو على انه يترجمه. يعني قال لي لا، اللغه دي مش ما هيش لغتهم، ما اقدرش اترجمها، ما اعرفش فيها حاجه. مع ان هم يمكن قريبين من بعض عننا. ايوه، هنجيب ان شاء الله، هنستورد بقى، هنستورد مش هنجيب من الكويت باذن الله، هنستورد، هنجيب من الشركه الفرنسيه نفسها. طب ما تبقاش تنسانا، والمتابعين بتوعك دلوقتي هم بيستنوك، اما تقول لهم اي حاجه جديده سنتين ثلاثه يا جماعه وتروحوا بعيد استنوك. شوفوا تجارب بقى، يعني
يعني تجارب من وحي الفيديوهات اللي انا بشوفها حاجات اوتوماتيك. ان شاء الله ربنا يوسع. يعني واحد عامل فيديوهات بياكل مثلا 100 جوز غلول بياكلهم يدا و100 جوز غلول ما شاء الله في 3 دقائق او في 5 دقائق. ما شاء الله ما شاء الله ما شاء الله في 3 دقائق او في 5 دقائق. بس طبعا مش هنقول الموضوع ده لما نبقى نعمله عملي. ما شاء الله ما شاء الله. انا جايب العده وجايب الادوات وكل حاجه شاريها ومجهزها، بس طبعا لما ان شاء الله نقعد نهائي هنبدا نعمل ان شاء الله. ربنا يوسع عليك يا رب. ويا جماعه والله 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 ما هوش تشكير في حاجه، طعم الحمام اللاحم غير اي حمام تاني. ما هو اللي ما جربش اللي ما جربش بيقول انا ما بحبش اكل الزغاليل، ما باكلش الزغاليل. استنى الحمام لما ينشف شويه، يعني مثلا ايه شبابه عمره 3 شهور او 6 شهور ماشي. الا بالمناسبه يا استاذ احمد، كان في واحد صديق ليا في السعوديه قال لي ان هما بيذبحوا ام الزغاليل هناك عمر 18 يوم. في الكويت بيفضلوا كده برضو ولا زينا؟ انا كنت قلت انا عن نفسي، انا بتكلم عن نفسي، انا بحب الزغاليل تبقى شهر ونص. انا بحب انا بقول لهم كده، فهو ايه يعني رد عليا قال لي انت كنت قلت في فيديو قديم ان انت بتحبها. قلت له انا بتكلم عن نفسي، في ناس بتحبها طريه علشان تحمير عشان الدهون. لا انا ما باكلش زغاليل ابدا. لكن هناك في الكويت بيعملوا بنفس الفكره، المزارع برضه لها 18 يوم. المزارع بيطلع من عمره 18 ل 25 ل 30 يوم. الزغاليل اللي موجوده عنده الحاج مصطفى عايز شويه زغاليل بيطلع مطاعم. تمام. او للاهالي. استاذ اسلام البحيري بيقول له تعليق، بيقول طبعا بعد ما شاف الفيديو اللي هو قلنا اتكلمني فيه عن الفقاسه وطريقه تحضير الاستاذ احمد لها، لان الاستاذ احمد قال ان هو بينقل الزغاليل لاهالي بيضين من 10 ل 12 يوم. والاستاذ اللي هو اسلام ابراهيم ده بيقول ان هو اللي بقى عنده بيتاخر بعد الفأس كمان 3 ايام. بتواجهوا المشكله دي طبعا، لان طبعا الاهالي فقست البيض بتاعها فقس بعد 18 يوم و3 يبقى 21 يوم. ازاي يعني هو زي ما يكون بيسال يقول ازاي يعني بينقل من 10 ل 12 يوم الاهالي لسه بيضه من 10 ل 12 يوم وبيحط لهم زغاليل وبتاكلها. طبعا التجربه دي بتاعت الاستاذ احمد وهو ادرى يجاوب على نفس السؤال ده. يبقى لو عنده كل الحمام كده يبقى دي مشكله في الحمام نفسه، مشكله صحيه، دي مشكله في الحمام نفسه. لكن لو قص واحد هو اللي بيعمل كده انصحه ان هو يخلف القص ده، يجيب ذكر شغال يديه النتايه ويجيب نتايه شغاله يديها للذكر، هتديه الخبره وهيتعلم منه. ولا هو بيسال برضه ولا ده قله خبره؟ ما ايه اللي ممكن يكون قله خبره؟ قله خبره في الحمام نفسه. لو خلف القص، مع شغال هيتعلم منه. يعني نقول له اخلف القص ده الذكر لنتايه الثانيه والنتايه لذكر ثاني. طب ليها علاج الحكايه دي؟ هو بيسال يعني الموضوع ده اللي فيه علاجات. انا كنت سمعت الباشمهندس اسامه حسين بيقول ان فيه حاجات بتدر التلبين ده زي ما في حاجات بتدر اللبن. هو التلبين عمر 8 ايام البيضه الحمامه نفسها بتبدا تفرز اللبن من 8 ايام. اللبن الحويصلي أكدهم يفرز داخل الحويصله من عمر 8 ايام. من 8 ايام هو الوقت وصل لعمره 21 يوم وما طلعش اللبن. طب فين ده بقى؟ هي دي بقى اما مشكله صحيه في الحمامه نفسها. مش ان هو بقى عايز ماده تفرز له اللبن، لا يبقى مشكله صحيه في الحمامه او قله خبره من الحمامه، هي نايمه على البيض وخلاص بتستنى. فيديها الحمامه شغاله هي هتلبن، الحمامه شغاله هتلبن وتعلمه. هو احنا نقول برضو ايه ان هي قله خبره يحاول ايه يبدل بينهم. هيحل المشكله دي ان شاء الله. الاستاذ اسامه حسين طبعا راجع اكيد في ادويه برضو اللي محتاجه بس طبيب بيطري. لكن احنا الحقيقه ما جربناش موضوع الادويه اللي هي تعمل التلبين. وانا عن نفسي انا على فكره مش من الناس او من المدرسه اللي بيقولوا اللي بتشجع موضوع الادويه. انا مش ادويه الا اذا كانت الحمام عيان، لكن ممكن ادي زي ما بيقولوا ايه وقايات، بس الوقايات بتاعتي كلها معظمها اعشاب ما عدا يمكن الفلاجيل. انا بستخدم الفلاجيل كل شهر مره، كل شهر مره بحطه على الكلفه. كم يوم يا استاذ؟ مره. يوم واحد في الشهر؟ لأن انا بقول 3 ايام يعني. وسترات البرازيل عشان الديدان مره في الشهر، بعد 14 يوم بدي الجرعه الثانيه، ما بديش دواء اكتر. بس انا بقول كل 3 شهور سترات البرازيل يا استاذ احمد كفايه. كفايه مره انا بديها يعني ما بديها ما بديهاش كل شهر. لما بديها مره في الشهر. ايوه مرة في أول الشهر مثلا وبعد 14 يوم بديها، المرة الثانية بعد كده بعد 3 شهور. بس عشان الناس ما تفهمهاش غلط صح؟ كل شهر. يعني كل 3 أو 4 شهور. 4 شهور شهرين. تمام. 5 شهور على حسب ما تفتكر يعني. تمام ربنا يكرمك.